مش نيجا موش البعض طاحتك واسيتك كنت ديما بعد بوت انا نعطيك كل شي بوت انا نعطيك كل شي حبيبة في بالي راكي صباحك غيت بالك باركاش نيجا موش البعض طاحت بك واسيتك كنت ديما بعد بوت انا نعطيك كل شي بوت انا نعطيك كل شي حبيبة انا ما سفي انا شاكا السادة هما ما ونكونوا هاكا انكرت الاشرقة شافت نسيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي نبغيكم بزاف. الو نبغيكم بزاف معنا احبكم حبا كثيرا. اليوم راح اتكلم باللغة العربية الفصحى لانه الموضوع يهم كل الوطن العربي المسلم، ومن طو هذا الموضوع يعني جد حساس، وفي نفس الوقت العديد من الطلبات والعديد من الناس والعديد من الاحباء اللي يعلقوا في قناتي يطالبونني ان اتكلم باللغة العربية الفصحى، وهم من فلسطين، من العراق، من الكويت، من الامارات، من السعودية. الحمد لله يعني قناتنا اصبحت عالمية، ونشكركم على متابعتكم لقناتي برغم عدم فهمكم للهجتنا يعني على حسب ما رأيت في التعليقات. لذلك سأكون لكم مبتغاكم وسأتكلم اليوم باللغة العربية الفصحى يعني، ولكن في بعض الأحيان يعني راح ما نتكلمش بالعربية الفصحى لأنه في بعض المواضيع الحساسة طبيعة الحال أنفعل مثل المحترف علينا غيب، مثل اليوتيوبرز الجزائريين على غرار أنستينا ديزا جوكر المشهورين في الوطن العربي يعني. وهذا بسبب أنه الإنسان عندما ينفعل يتكلم بطبيعة يعني عادية، لذلك طبيعتي وأني أتكلم باللغة العربية الفصحى بالدرجة الجزائرية اللي فيها الأمازيغية، فيها الفرنسية، فيها الإنجليزية، مزيج مختلط متجانس في لغة واحدة يعني، هذا بين قوسين. ولكن الموضوع اليوم هو موضوع جد مهم، وتلقيت طلب كثير عنه ومن طرفكم يعني صراحة في قناتي بزاف ناس طلبوني باش نتكلم عن المخترع عبد الله شقرون. بصراحة عبد الله شقرون زدت درت عليه أبحاث، ويعني رحمة الله عليه لأنه توفى على حسب الأخبار، ولكن طريقة وفاته ولا سبب وفاته بالنسبة لي أنا راح نقول أنه مجهول. علاش؟ باسكو مانيش عارف في الحقيقة ولب الموضوع. علاش؟ باسكو هناك العديد من التأويلات والعديد من القيل والقال في الميديا، في السوشيال ميديا، في كل مكان. يعني يقولون بأنه قتل، يقولون بأنه توفي بسبب مرض ما، يقولون بأنه توفي بسبب مرض أوفال، أنا هنا إكسيتيرا. يعني لم أتمكن من التفريق بين ما هو حقيقي وما هو كذب يعني. والله بصراحة عبد الله شقرون يعني مخترع عربي مسلم أصغر ولا أكبر، ولا يعني مخترع فريمو، مخترع صراحة عنده عمق كبير جدا في المجال اللي كان يخترع فيه، هو مجال المحركات ومجال الميكانيكا على حسب ما أعتقد، إلكتروميكانيك هذا الشيء نوعا ما، شيء من هذا القبيل. هذا المخترع قام باختراع يعني بعض الأمور، وراح نشوفه فيديو تقرير الجزيرة يعني في وقت كان حي في عبد الله شقرون، راح نشوفه يعني واش قال، وراح نحاول نحلل له كلامه ونحلل له رسالته. وشفت له مؤتمر أنا آخر، مؤتمر طويل ومطول فيه أعتقد ساعة من الوقت، ونتكلم وهدر وعطى تحفيز، ويعني في نفس الوقت تشوف واحد الوطنية وتشوف واحد الروح الدينية تاعو يعني. والله إنسان ما شاء الله، الله عز وجل سبحان الله يخلق لك إنسان كامل متكامل، والكمال لله يعني كامل بالنسبة لنا احنا كناس يعني في كل المجالات. تسيبه في ناحية الدين الحمد لله عنده ما يكفيه من الدين أن يدرس أمة، ماشي أمة كاملة ولكن يعني هذا تعبير مجازي وكناية، يعني عنده ما يكفيه من العلم ليدرس جيل، عنده ما يكفيه من الأخلاق ليعتبر منه جيل كبير يعني، لأنه في وقت احنا راي تغيب في الأخلاق في تبعاتنا مالوغوزمون. مي بون سي با سا لو سوجي يعني، ليس هذا هو الموضوع. المهم خوتي اخواتاتي احبابي احباباتي، المخترع هذا تلقى عروض كبيره من طرف دول كبيره وعظمى على راسها فرنسا على حسب ما اعتقد، لطلباته بابلاغ ولا بمبالغ بلوتو، مبالغ كبيره وخياليه ما يتصورهاش العقل بصراحه يعني. وبرغم ذلك ارفض هذه المبالغ المغريه لاي انسان يغريه المال، كما قلت لكم في كل مرة الإنسان يغريه المال، ولكن هو رفض هذا العروض بسبب يعني حب البلد وحب للإسلام والمسلمين، وقال لهم يعني أنه المجال اللي اخترع فيه أنا هو مجال الطائرات. وتخيلوا معي أنه هذا الاستعمال هذا الاختراع تكون في طائرات حربية أمريكية ولا فرنسية، وبعد مدة من الزمن يكون استعمال هذه الطائرات في دول المسلمين، ودول المسلمين يعني أكم عارفين كلها مستهدفة من طرف دول العظمى في العالم،
تخيلوا معايا يكونوا الضحايا بسبب هذه الطائرات واللي انا ساهمت في اختراعها وساهمت في تطويرها، يعني بل انا كنت الركيزه والسبب الاول في وجودها، باسكو الاختراع تاعو جد 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 حساس، اختراع تاعو يعني نادر جدا في لو موند اونتي. سو يعني خمم بهذا الطريقه وشاف ضميره وشاف يعني انه اخلاقه ومبادئه ما تسمحلوش باش يدير هذا العمل ويروح يعمل مع اعداء الاسلام والمسلمين، وانتم عارفين هذا الشيء، عارفين شكون هما اعداءنا وعارفين شكون هما اعداء المغرب الكبير، يعني راكم عارفين الحكايه وعارفين التاريخ، ماشي انا اللي نجي نقريكم، راكم عارفين بالك احسن مني. بطبيعه الحال عندما تجد انسان انت عنده هذا المبادئ وهذا الاخلاق، اعرف باللي اللب تاعو يعني قلبه والله العلي العظيم لن تجد مثيل له في الحياه، باش ترفض مبلغ كبير جدا، يعني ميزانيه شركات عظمى، يعني رقم كبير جدا، ودار الرقم تاعو يعني قال هذاك الرقم ملايين الدولارات، يعني ملايين الدولارات بصراحه، الا تكون مليار دولار يعني والله اعلم، المهم مبلغ كبير جدا، كبير كبير صراحه، يعني مبلغ ما يمكنش الانسان اللي يعمل عمل عادي يوصل له يعني ولا في الاحلام بصراحه. ورفض هذا الشيء بسبب اخلاقه ومبادئ، وانا نقول الله يرحم الكرش ولا الله يرحم الام اللي جابته، الله يرحم الوالدين اللي رباه وعطاه احسن تربيه، والله عز وجل يعني له الفضل في كل شيء، هذا الشيء مفروغ منه، ولكن مجهوداته يعني باين باللي تعب، انسان باين باللي تعب. اسمع معايا القصه تاعو، ما راحش نوري راح نسمعها فقط. الو، عندما كان في سنه 15 سنة يعني بدأ يمد رسالته للعالم، يعني اكتشف ما هو ولا ما هي الحياة، اكتشف ما هي الحياة عندما كان في سن 15. وبدأت بتطبيقها على الفور بالولوج إلى التكوين المهني تخصص ميكانيك السيارات. يعني عندما اكتشف المجال اللي يفلح فيه هو مجال الميكانيك، ذهب إلى التكوين المهني في هذا المجال في المغرب. يعني فدرس محركات الطائرات، درس محركات الطائرات، يعني درس كل محركات، كل انواع المحركات، طائرات، سيارات والبواخر. الحمد لله رب العالمين، كان نتيجة هذا المجهود اني اخترعت محرك الدوار المدور. يعني شوف المجهود قام به بنفسه، يعني تكون في المغرب، وما نستهانوش بتكوينات يعني بلدنا، احنا نقولوا التكوين المهني ما فيه ولا نفع، نو، اي فورماسيون، اي حرفة تعلموها بيدينا هي اضافة للانسان، يعني الانسان اذا ما تعلم شيء راح يكون اضافة له، احسن من الانسان اللي ما تعلم ولا شيء، هذا مفروغ منه. يعني قال باللي هذا المجهودات اللي درتها هو انه راح وتعلم، يعني كان بعض البشر ما عندهمش حتى تلك الخطوة الاولى ما يقوموش بها، خطوة الدخول الى تكوين، ما تكوين مجاني، احنا عندنا في الجزائر تكوين مهني، تكوين مجاني يعني مفروغ منها، وبرغم ذلك بعض الناس ما يقوموش به، ولكن الحرفة هي حرفة يد، يعني حتى وان لم تاخذ يعني شهادة راح تكون حرفة يد تعاونك وتساعدك باش تبدع في هذا العالم، والحدود ما كاش حدود، وهذا المجهود اللي داره هو بينه وبين نفسه وفي قرارة نفسه، كان يعني فهم ما هي عمله وما هي مجاله، وصل واخترع محرك، راك تسمع كيما تشوف كيما هو يقول. هذا المحرك الذي صنفت من خلاله المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا سنة 2005. سنة 2005 أصبح المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا، وهو أصغر مخترع عربي مسلم. ويعني قدم في هذا الوقت، يعني في سنة 2014 كان قدم 37 اختراع لمحركات مختلفة على الصعيد الوطني، من حيث التسويق، من حيث التمويل، لأننا كما نعرف جميعا أن الاختراع هو عبارة عن استثمار الوقت والمجهود والمال. نعم، يعني الاختراع قال لهم احنا سيفري في بلدنا حقيقة، يعني عندنا مشاكل، عندنا ما عندناش تسهيلات بصراحة، ولكن برغم ذلك يعني تحدى كل العوائق وصل واخترع اختراعات أبهرت العالم، وأصبحت العالم كله يعني يبحث عن هذا الاختراع ويبحث عن هذا العقل المدبر اللي قام بهذا الاختراع، والعقل المدبر هذا عقل يعني عقل بمعنى العقل بمعنى اللي راني فاهمه أنا، هو عقل عميق جدا يعني. يعني لم أيأس بسبب بعض المشاكل والعوائق في بلدي، ولكن استمرت رسالتي في الحياة. بحيث اخترعت الاختراع الثاني، ألا وهو طريقة أوتوماتيكية أو تقنية جديدة لتنظيف واجهات العمارات الزجاجية. يا
يعني اخترع حتى تقنية جديدة لتنظيف واجهة العمارات الزجاجية. والله إنسان يعني عالمي. وخطوة إلى الأمام، يعني مواصلة ومواكبة ما بدأه أجدادنا من العلماء من أمثال عباس بن فرناس والفارابي. يعني أكتسمه كل عباراته هي بدين الله عز وجل وباسم الله عز وجل، لأنه يعني بصراحة المسلمون كانوا هم من اخترعوا وقاموا الاختراعات الأولى في الأحياء، على غير عباس بن فرناس وعلى غير مجموعة من الأسماء اللي كانوا وذكرها. بصراحة يعني والله ما شاء الله عليك يا عبد الله شقرون، والله يرحمه. يعني توفي عبد الله شقرون على حسب الأخبار يعني اللي لقيتها أنا في مراجع اللي بحثت فيها. يعني الكلام لا يكفي، وإنما يعني ندعو له بالرحمة، وإن شاء الله يعني راح نشوفه أكثر من عبد الله شقرون واحد في الوطن المسلم، وإن شاء الله راح يكونوا نفعا ونورا لهذه الأمة. نشكركم خوتي على طلبكم لهذا الموضوع جدا مهم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.